تفضلك صلاح، السلام عليكم. رانا هنا في شروم شيري ادراب، صافي بون بليزير. جينا نشرو تيغو دو، درنا لا كوموند، عطاونا لي بابير وحنا خلصنا سور بلاس. ولينا ديسي دو موا ولا تروا ما شاء الله، قالوا لنا نرجعوا لكم ان شاء الله، وصافي بليزير الحمد لله. استقبال ما شاء الله ما عندنا ما نقولوش، صافي بليزير، صافي بليزير، الله يحفظكم ان شاء الله. حنا كنا دايرين باللي شيري سيارة زعما كاش غير كيما الكيو كيو، بصح ملي جينا لا ميزون جينا لا ميزون اليوم لقيناها الله يبارك ما شاء الله، سيرتو الموطو هادي اريزون ما شاء الله، في الكوك نتاعها، في لي زوبسيون الداخل، في كلشي ما شاء الله، في لالياج، في كلشي. مازال ما سمعنا الزهير نتاعها بصح تبان من نظرة ما شاء الله، ربي يبارك. الله يبارك معاملة ما شاء الله. اليوم جيت للضمون تاعي، انا كنت من جماعة ماشي من الاولين معناها، وخليت عندي النيميرو تليفون. معاملة ما شاء الله، هذا واش عجبني فيه، خليت عندهم النيميرو تليفون تاعي، عيطوا لي على اساس راه لقيت الدفعة تاعك، وروح دفع الدفعة الاولى تاع 10%، دفعت 10% واليوم الحمد لله جاتني معناها الورقة تاعي، وجاتني سيارة الحمد لله. دوك ان شاء الله من الامورات معناها التسليم، امورات النهائيه خاصة. رانا هنا الحسين تاع شيري، رانا شنا تيدي دي الله يبارك ما شاء الله، عجبتنا تيدي شابه وهنا مرحبا بينا. الموطور عجبتنا وقال لك راني باقي مالك، خلصنا مسابق عندك 19 مليون تسعمية خلصنا هذا الموطور، جبنا لهم الحمد لله. المدير هنا راه هم قايمين بينا بكل كل إقامة وكل احترام، الله يبارك لنا ما شاء الله عليهم. نقول شباب ما شاء الله زلنا الحمد لله، سخر إن شاء الله، وراه قالوا لنا على دنيا ولا طروة ما شاء الله، يسلموا لنا من ذلك. زين. الله يكمل لنا، انا وصاحبي هذا صديق اللي غنمشيو وحده وحده ان شاء الله، وانا نشوف باش نتخذوا الاجراءات، وبارك الله فيكم الجماعه وجزاكم الله خير، وتبونا الحفظ منها ان شاء الله من السياره عن لاكون ديال الدنيا، وبارك الله فيكم. مرحبا بقناه زين تشيب، العرب نفسي في القندوز محمد اسلام، رئيس مبيعات في شيري الجزائر. اول شيء الحمد لله فيه طلبيات كثيره، الزبائن الحمد لله اللي يجي عارف ما كنتش راضي 100%، الحمد لله رانا تقريبا حكيت 80 ولا 85% الزبائن راضيين الحمد لله. فيه طلبيات بزاف على كاع انواع السيارات، بما فيهم تيغو دو كروف، فيهم تيغو كارت، اريزو 5، الحمد لله. في الارقام زعما هما اللي برهنوا على هذا النشاط وعلى هذا الجهد اللي نشكروا عليه. اول شيء الباترون دافيك كما يقولوا الاخر، الامور اللي مسهلها لينا على الطاقم التجاري من اولهم وثانيهم كاع الحمد لله. عندنا الحمد لله طاقم بروفيسيونيل مو يخدموا، طاقم موفين يخدموا وعندهم خبره الحمد لله، وراعي الزبائن هو اللي يبرهن على الكلام اللي نقول. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.